السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في السعودية. نهار اليوم صارت أجواء مستقرة في أغلب المناطق باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية، حيث أطلت زخات من الأمطار كانت على شكل زخات من البرد فوق القمم الجبلية العالية. هذه الأمطار شملت أيضا المناطق الساحلية وشملت مدينة جازان وأيضا شملت حتى مدينة نجران. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول الأمطار في جنوب غرب المملكة والطقس المستقر في باقي المناطق، وطقس بارد في العديد من المناطق بسبب كتلة هوائية باردة يتوقع أن تستمر بالتأثير على المملكة خلال الأيام القادمة. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم المتوسطة والركامية في أقصى جنوب غرب المملكة، هي عبارة عن حالة من عدم استقرار جوي ناتجة عن تمركز لمنخفض جوي علوي وكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية في أقصى جنوب غرب المملكة. هذه الظروف الجوية عملت على تكاثر هذه الغيوم التي عملت على هطول زخات رعدية من الأمطار. باقي مناطق المملكة شهدت أجواء مستقرة وأجواء صافية بشكل عام. ننتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع درجات الحرارة المتوقعة من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء، حيث تبقى المملكة تحت تأثير كتلة هوائية باردة. درجات الحرارة تبقى أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. طقس بارد نسبيا خلال ساعات النهار، لكن يكون بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل، خاصة فوق منطقة حائل، أجزاء الغربية تحديدا منطقة حائل ومرتفعات المدينة المنورة، بالإضافة لأقصى لمرتفعات أو قمم الجبلية العالية من المرتفعات الجنوبية الغربية، فيما تكون الأجواء مائلة للدفء في عموم المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر. نذهب الآن وإياكم لخرائط توزيع الأمطار المتوقعة من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء، حيث تبقى جنوب غرب المملكة تحت تأثير حالة من عدم استقرار الجوي، تستمر فرص هطول زخات الأمطار في المناطق الجبلية وأيضا المناطق الساحلية حتى يوم الثلاثاء، على أن تتراجع حدة هذه الأمطار اعتبارا من يوم الأربعاء مع ابتعاد الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العالية بعيدا عن المنطقة، وبالتالي تتراجع فرص الأمطار مع بقائها مستمرة بشكل محدود خاصة فوق المناطق الساحلية تشمل أيضا جزر فرسان. ننتقل الآن وإياكم للتوقعات الجوية لهذه الليلة للعاصمة الرياض. غيوم متفرقة 11 درجة مئوية، الملموس 10، رطوبة مرتفعة والرياح تكون جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض، التوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، طقس مستقر، ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة يوم الثلاثاء 22-11، الأربعاء 23-11، والخميس 25-13 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.